سيدي السكان ديال البرامه جوج كانوا ريبوا لينا بالقوه في 2013 21 5 ايوا لحد الان باقي ما عطاوناش الاستفاده. كانت عام مماطله لحد الان مشينا للعماله كنمشيو للولايه هنا جينا اربعه الخطرات ايوا قالنا ديروا الشكايه عيونا بالشكايات راه حنا درنا الشكايات شحال من مره ما خلينا حتى الاداره ما دارتش الشكايه ولحد الان هذا الملف باقي مستعصي باقي هاد المسؤولين باقي ما عطاوناش راس الخيط ما عرفناش حنا بالضبط فين كاينه هاد الاستفادات ديالنا واش العماله كيبداو يتملصوا من الملف هما مسؤولين عليه بشكل مباشر. الولايه بصفتها هي الولايه هي المسؤوله الكبيره على عمل الدار البيضاء على الولايه هي المسؤوله على العمل ديال الدار البيضاء ديال العمله المحمديه لحد الان ما كاين حتى مسؤول خرج لينا فين ما كنجيو كنبقاو واقفين تمشوا النموذج قدامكم اليوم هذه راه المره الرابعه ولحد الان ما كاين حتى مسؤول مجرد الناس اللي كيكونوا قدام الباب الشاوش المخازنيه والبوليس اللي كيكونوا قدام الباب هما اللي كنشوفوا كيشوفونا مسؤولين الداخل واش كاينين ما كاينينش بحال ما كاينينش واخا يكونوا ما كيخرجوش يهضروا معك يعني بحال ما كاينينش. احنا بغينا نعرفوا علاش هاد الناس ريبوا ليهم وما عطاهمش استفاده. تريب تم بالقوه من 2013 لحد الان التعويض باقي ما عوضوش هاد الناس عشنا هو السبب العلم لله. دابا شي مخزون بشي كانوا في الاول ريبونا على اساس انهم يبقاو يخلعونا بين وحدين اخرين على اساس لما ناضوش راه غادي يطرى عليهم بحالنا ولكن كملوا وكانوا ماشي ثلاثه دواور كملوا هاد الدواور بثلاثه ولحد الان راه باقي ما تلافتوش لينا حنا نهائيا حيت قضاو بين الغرض باش يرجعوا. دابا ولاو كيقولوا هاد الناس 10 سنين كي غنديروا ليهم حيت 10 سنين باش تريب واحد وتخلي 10 سنين يعني شكون اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هاد الكره؟ هاد الكره هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالو. واش هاد العمران ولات فوق القانون؟ ولكن العمران دعاتنا على اساس ان نوضوا من البلاد ولكن حنا راه داخلين في برنامج ديال دور الصفيح حنا في الزنقه الاولى وكاع دوك الدواور بثلاثه راه مكملوهم ولحد الان ما حنا ما استفدناش باقي ما عرفناش هذا الجواب. شكون اللي غيعطينا الجواب؟ الله اعلم. المحكمه درنا معاهم دخلنا معاهم المحكمه حيت هما اللي دعونا رفعونا بنا دعوة على أساس أن العمران خدات هذيك البقعة الأرضية وحنا كنا ساكنين فيها على العلم بأننا حنا كدوار باوين فيها والصيفة ديال أننا حنا كنا في الدوار على أساس أن حنا ساكنين في واحد المنطقة بعيدة على الدوار يعني كانت خدعة قضائية ترفعت الدعوة بخدعة يعني بحال شدوا هذاك الطرف كشطر خير بعدو على الدوار ودعونا بان هذيك العمران شرات هذيك البلاد وحنا ما بغيناش حنا استعمرنا البلاد على العلم اننا ساكنين من 86 1986 وحنا سكننا تما وساكنين بالعلم ديال المخزن هما اللي جابونا تما. حنا كنا جيت المطار وجابونا تما وتراساو لينا دوك البقع بالمهندسه بقى لحد الان راه بقى عايشه تراساو دوك البقع وداك الدوار غادو كيكبر راك عارف السلطه كيتمو غادي كيبيع ويشريو تاك الدوار كتكون فيه 50 براكه تا كيولي فيه 3000 ولاو دوك الناس اللي جاو استافدوا وحنا السكان الاصليين اللي كاينين تما ما استافدناش لحد الان باقي ما استافدناش. كانوا كيصيفطوا لنا السماسريه بقاو دوك السماسريه كيماطلوا فينا يماطلوا فينا توصلونا ل 10 سنين ديباسينا 10 سنين راه ولينا كنشوفوا في 11 عام 21 شهر 5 ديال 2024 غنكملوا 11 عام لحد الان باقي ما استافداش الناس ما داوش فيه كاين اللي توفى كاين اللي مات مسكينه بالعصاب السكر كاين اللي لحد الان شحال من واحد فيه السكر كاين اللي فيه العصاب كاين اللي مسكين مابقاش زاهيه اللي قاعد العيشه كاع ولا كيحسب راسو محقور كيقول انا واقيلا مابقاش مغربي كاع يعني هاد الناس يقولوا نحن انتوما ماشي مغاربه كاع عطيوهم هاد لي كارت ناسيونال ديالنا نعطيوهم ليهم قلنا احنا سيدي ماشي مغاربه فتحوا لنا الحدود ونخرجوا نمشيو لشي بلاد اخرى لعل وعسى لقوا فيها الحق، اما هاد البلاد ما شفناش فيها الحق نهائيا. المطالب ديالنا والاستفاده ديالنا ومحاسبه المسؤولين اللي كانوا سبب في التشرد ديال هاد الاسر، 21 اسره كانوا سبب في تشرد الاسره خاص هاد الناس محاسبه. فينا الدستور كيقول ربط المسؤوليه بالمحاسبه، بغينا نشوفوا هنا هاد البند اللي في الدستور واش كاين، فعلوا هاد البند. حنا راه كاينين، حنا ما كنطالبوش شي حاجه ما كاينهاش ولا حنا كننصبوا ولا، لا حنا حقنا، غريبتي لينا عندنا شهاده الهدم
كيشهدوا فيها بان ثلاثه القيود خرجوا وبان هاد الناس راه مشينا عندهم وريبنا لهم، خرجوا حوايجهم بالتراضي، خرجوا حوايجهم وريبنا لهم بالقوه. جابوا لنا شحال ديال العسكر، جابوا لنا ثلاثه طويسات ولا اربعه طويسات ديال العسكر، وحنا واحد الفئه قليله. حنا تخلعنا نقولوا شنو هذا الشيء، ريبوا لنا. شتي ديك الساعه كانت كتصب، خرجنا حوايجنا، كاين اللي مشات لي التلفازه، كاين اللي مشات لي الثلاجه، كاين اللي مشاو لي الحويجات. فداك الصباح بكري جاو الصباح بكري وريبوا لنا، داو جرافات كيريبوا في المحلات وصافي. تسنى استئناف، تسنى المحكمه سالات. هاد السلطه القضائيه فين هي؟ السلطه القضائيه كتحكم بالافراغ، هي فين هاد السلطه التنفيذيه؟ نفذت علينا هي. وهاد السلطه التشريعيه ما كايناش ريحتها. بغينا نشوف هاد الحكومه شنو الدور ديال هاد الحكومه. هاد الحكومه حنا راه ما شفناهاش. هاد المنتخبين اللي كيضلوا كينقصوا الناس الانتخابات، ما شافوش هاد الناس، راه بحال حنا ما محسوبينش معاهم. حنا ولينا محسوبين مع حتى وحدي. هاد الناس ديال هاد السلطه كنشوفوها باب انتخابات، كدوز انتخابات صافي بحال حتى حاجه ما كاين. ها الدليل هو حنا دابا، احنا دابا ضايعين وكنوقفوا. حنا واقفين دابا بالشمس من الصباح، راه ما خرج عندنا حتى مسؤول. اشنو كلشي كيقول لك داكشي جاي من الفوق، حتى هاد الفوق راه بغينا نشوفوا هاد الفوق. هاد الفوق شكون هما؟ هاد الناس ديال هاد الفوق، هاد الناس هاد المسؤولين اللي ما باينينش وشادين هاد الملف، بغينا نعرفوهم. حنا كنطالبوا بالحق ديالنا، يعطونا حقنا. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.